السلام عليكم. الجزء الثاني من المحاضرة يا دكاترة اللي هو الـ Prevention and the Treatment of Oral Habits. المحاضرة دي بتتكلم على اتنين Prevention, Prevention of Oral Habits و Prevention of Traumatic Injuries. Prevention of Oral Habits يعني ايه يا دكاترة كلمة Habits؟ Habit هي Fixed Practice حضرتك بتعمله في الـ Subconscious، بيبقى فيها Repetition وانت مش حاسس ان انت بتعمل الـ Habits دي، مش شايف ان انت بتعملها في الـ Subconscious بتاعك. يعني لو حضرتك بتخش الحمام كل يوم، اول ما تصحى النوم بتخش اوتوماتيك الحمام وتقوم تصلي تغسل اسنانك، كل الحاجات اللي بتعملها في السبكونشس دي بتبقى نوع من انواع الهابتس. الهابت الاورال هابتس يعني الحاجات اللي ليها علاقه بالاورال كافيتي او اللي بتعمل لك افكت على الاورال كافيتي. هابتس حضرتك بتستعملها كل يوم practicing subconscious، ولكن الهابتس دي بتاثر على السنان. انا عندي 5 habits بتاثر لي على السنان: digit sucking, paroxysm, mouth breathing, lip biting and tongue thrusting. دول الخمسه اللي هندرسهم بالتفصيل. اول واحده فيهم ال digit sucking. المتعارف عليه يا دكاتره واللي احنا دايما بنقوله ان احنا بنسمي digit sucking بنسميها thumb sucking. ليه؟ لان اكتر digit حضرتك بتحطه في بقك هو الثمب. اي حد بيساكينج اشهر digit بيتحط وده الموست كومن هو الثمب، لكن اكتشفوا ان في ناس زي الصوره اللي كانت طالعه من شويه انه في ناس لا مش بتحط بس الثم، ده في ناس ممكن تحط الصبعين اللي في النص زي الصوره ما كانت طالعه او الصبعين، في ناس بتحط الاربع صوابع كلهم جوه بقها، فدي حاجه بتبقى في السب كونشس وانت ما انتش حاسس انك بتحط صوابعك في بقك. الثم ساكينج اول ما اكتشفوها قالوا انها ساعات بتاثر، يعني بداوا يشوفوها في الانترايتوراين، لقوا ان الانفنت واليانج تشيلدرن طبعا بيعملوها، ولكن لقوا ان هي برضو بتبقى موجوده في الانترايتوراين لايفز، وكان في صوره كانت بتجيب البيبي وهو لسه في بطن مامته اللي هي زي الصوره دي، البيبي ده لسه في بطن مامته مصورينه وحاطط صباعه في بقه. طيب ايه الايتيولوجي بتاع الثم ساكينج يا دكاتره؟ ليه الثم ساكينج بيحصل؟ الثم ساكينج ده بيبقى عاده حاجه فيسيولوجيك. يعني ايه؟ يعني فطره ربنا. ربنا خلقك حضرتك اول ما بتتولد انت ما بتعرفش تعمل غير انك بترضع. الرضاعه دي هي نوع من انواع الساكينج، فربنا حاطط في البني ادم غريزه الساكينج علشان يعرف يرضع. لو ربنا مش حاطط له هذه الغريزه مش هيعرف يمص اللبن. بدليل لو حضرتك حطيت صوابعك جنب بق النونه الصغننه هتلاقيه غصب عنه مشي براسه وراح لصوابعك عشان يمصها، لان ده ريفلكس طبيعي في البني ادمين، ريفلكس طبيعي في كل الماملز علشان يعرفوا ياكلوا، علشان يعرفوا يعملوا ساكينج عشان يعرفوا ياكلوا يحصل لهم فيدينج. اوكي، فدي نورمال فينومينا ربنا خلقها في البني ادمين. طيب ايه اللي بيخليها بقت هابتس؟ ايه اللي بيخليها بقى حاجه وحشه؟ اللي خليها حاجه وحشه ان يحصل لك حاجه اسمها persisting، يعني تستمر معاك، حضرتك مصمم عليها. المفروض ان انت على سنتين لما بيبدا الولد بيتفطم طبيعي اوريدي بيوقف الهابتس دي، لكن لو هو استمر عليها تبقى دي abnormal. طب ايه اللي هيخليه يستمر عليها يا دكاتره؟ في عندي كذا سبب. من اشهر الاسباب اللي عندي الايميتيشن. يعني ايه ايميتيشن يا دكاتره؟ يعني ان هو يقعد يقلد صاحبه، يلاقي صاحبه بيمص صباعه يقوم قايل هو كمان ايه، انا همص صباعي انا كمان. يبقى ده اول سبب عندي الايميتيشن. يلاقي خصوصا هو لما لو حد فيكم شاف واحد بيمص صباعه يلاقيه ايه قاعد تايه كده في دنيا تانية، فهو يقول لك الله هو الولد ده ماله، يعني عايش في دنيا تانية كده ليه، سكران كده ليه، فيقول لك انا هقلده. اوكي، فيبدا يقلد في صاحبه ده. الحاجة التانية هي المشكلتين مشهورين جدا عندنا. أول حاجة الإيموشنال ديستربنس. يعني إيه يا دكاترة؟ يعني أنت عندك سوشيال بروبلم، عندك مشكلة في العيلة، عندك مامتك وباباك على طول 24 ساعة بيتخانقوا. فالولد اللي عايش في وسط بيئة فيها أب وأم بيتخانقوا كتير، الأم على طول متنرفزة، على طول تعبانة، الأب على طول بيشخط في الولاد، فالبيئة اللي حوالين الولاد بتبقى متوترة. فبالتالي الولد حاسس بالإنسيكيورتي، هو مش حاسس إن هو سيكيور، مش حاسس إنه عايش في بيت حاسس بالأمان. فبالتالي نتيجة الإنسيكيورتي اللي بتحصل لهذا الولد بيبدأ يحصل عنده مشاكل عشان يحس بالأمان، بيحط صباعه في بقه كواي تحسسه بالأمان في وسط البيت اللي هو فيه lack of security. طيب
المشكله الثانيه الفيدنج بروبلمز. يعني ايه فيدنج بروبلمز يا دكاتره؟ قال لك المفروض الطفل الطبيعي لازم يرضع بريست فيدنج 8 ساعات في اليوم، على الاقل 8 ساعات في اليوم بريست فيدنج. تيجي بقى للامهات اللي بتشتغل، انا عايز انزل الشغل الصبح، رضعت الولد 5 دقايق، هوبا اقلب الولد، ده انا خلاص بقى كده كفايه عليك عشان الحق انا اروح الشغل. فالولد حس بان هو ما رضعش. السكينج زي ما قلت ده هابت، ده حاجه فطره من عند ربنا، فلازم تشبع هذه الغريزه. يبقى معنى تاني لو الام كان عملت له رابيد فيدنج، او انها قالت لك ايه بقى عشان اخلص بدري بدري اديله بقى ايه، احول له من ليكويد تو سوليد، اديله اكل ناشف، ادخل السريلاك ودخل الزبادي بدري علشان يبدا يعتمد على نفسه وياكل اكل من بره، فالولد ما شبعش، غريزه السكنج عنده ما حصلهاش فولفيلمنت، فبالتالي هيبدا يمص صباعه عشان يتعوض الغريزه دي عنده. اوكي، ده من الايتيولوجي. الكلاسيفيكيشن بتاعت الثامب سكنج اتقسمت لثلاثه فيزز. فيز 1 ده بيبدا في الانفانسيز اللي هو من البيرث لغايه سنتين، ومن البيرث لغايه سنتين زي النون الحلو اللي قدامنا ده يا دكاتره، ده طبيعي، انا ربنا خلقني بمص صباعي، بمص سوري السكنج ده زي ما احنا قلنا اتس هابت، بتحصل نتيجه عشان ربنا يخليك تعرف تاكل. فطبيعي جدا ان من زيرو لغايه سنتين يعمل سكنج، حتى لو مص صباعه في خلال هذه الفتره اتس اوكي، اتس نورمال، نيفر تو انترفير في هذه المرحله. لو حضرتك عملت انترفيرنس في المرحله دي هتعمل فيكسيشن للهابت، يبقى انت اللي تسببت له ان يبقى عنده بعد كده ثم سكنج. كلمه كخ حبيبي شيل صباعك من بقك دي وتضربه على ايده، دي بتخلي يحصل عنده فيكسيشن للهابت. يبقى من زيرو لاتنين يا دكاتره بليز دونت ايفر انترفير في هذه المرحله. فيس 2 اللي هي قبل ما يخش المدرسه، اللي هو عند من سنتين لخمس سنين. من سنتين لخمس سنين يا دكاتره ده انا عندي ايه؟ عندي برايمري دنتيشن. اوكي، في البرايمري دنتيشن الموجود عندي في هذه المرحله، اي حاجه حضرتك هتعملها عشان توقف الهابتس في هذه المرحله اتس فيري جود، عظيم. ليه؟ لان انت المشكله ان المالفورميشن او الديفورميشنز اللي حصل في السنان او في البرايمري تيث اللي حصلت ده تمبري. بمعنى ايه تمبري يا دكاتره؟ يعني وانس ان البيرمننت تيث خرجت هتخرج ان نورمال بوزيشن. يبقى لو انا اتدخلت في السن ده ويل اند جود، حلو قوي، لو انا اتدخلت ووقفت الثم ساكنج وشلت صباعه من بقه، الديفورميشن اللي حصلت هتبقى تمبري، اسنان البيرمننت هتطلع ان اكيوت بوزيشن. في 3 اللي هي بتبقى سكول بعد ما دخل السكول، اوكي، ساعتها الديفورميشن بتاعتي هتبقى بيرمننت. يبقى هنا انا لازم اخش اجريسيف ولازم استخدم له حاجات عشان توقف الساكنج بتاعه قبل ما نتحول لبيرمننت ديفورميشن وقبل ما يبقى فيها مشكله جامده، فبدخل اجريسيف. هنتكلم على الحاجات بالتفصيل واحنا ماشيين. المهم دلوقتي قبل ما يبقى احنا خدنا ان عندي ثلاثه فيزز، من 0 ل 2 بري سكول اللي هو قبل ما يخش من 2 ل 5، وبعد ما دخل المدرسه اللي هي في 3، وهنتكلم على كل واحده فيهم نعالجها ازاي لما نوصل للتريتمنت. المالوكلوجن اللي هتحصل عندي طبيعي كلنا عارفينها، هيبدا يحصل عندي اوبن بايت، هيبدا يحصل عندي بروكلينيشن للابر انسايزز، للبروكلينيشن للور انسايزز. اوكي، هيبدا يحصل عندي من ورا زي ما احنا شايفين كده حصل كروس بايت من ورا في السنان الموجوده عندي. اوكي، وده الحاجات دي طبيعي جدا انها بتحصل. طيب هنبدا بقى دلوقتي في الكنترول بتاع الثامب ساكينج، والكنترول ده بيشتغل على ثلاث محاور، يا اما فيسيولوجيك يا اما كيميكال يا اما ميكانيكال. هنشتغل بمين امتى؟ هنتكلم عليها بناء على الفيزز اللي احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت. احنا قلنا في التقسيمه بتاعتنا للثم ساكينج، قلنا ان عندي فيز 1، وقلنا فيز 1 دي بتبقى من 0 ل 2 بليز دونت انترفير ابدا، مهما الولد بيحط صباع بقه مالكش دعوه بيه، سيبه زي ما هو. فيز 2 اللي هي كانت من 2 ل 5 سنين، ودي بنبدا فيها نشتغل بالاثنين الاوانيين، نبدا نشتغل فيسيولوجيك اوكي او نشتغل كيميكال. فيسيولوجيك هنشتغل ازاي يا دكاتره؟ اول حاجه هنعمل كونفرسيشن مع العيان، هنعمل دايركت كونفرسيشن مع العيان، نقعد مع العيان نفهمه ايه اللي هيحصل له لو فضل يحط صباعه في بقه. طيب هنجيب له كمان صور
الصور دي فيها ناس ليهم ضب عالي قوي شكلهم مرعب، فيقوم الطفل لما يبص على المنظر ده يقول لك ايه، لا انا مش عاوزه ابقى زي الولد ده، وخصوصا لو كانت بنت بقى تخاف على شكلها ومنظرها، فتقول لك لا انا مش عايزه ابقى شكل نفس الشكل ده. فبالتالي هنقول ان العيان بتاعي دلوقتي لما بيبص على الصور دي انت رسخت جواه الافكت بتاع الهابتس الباد هابتس اللي هو بيعملها. اوكي، تاني حاجه هنبدا نعمل له ريورد. الريورد ده بيجي ازاي؟ سوري، ده بي احنا اول حاجه شورنا له الصور، تاني حاجه هنبدا نعمل له ريورد سيستم. الريورد سيستم ده عباره عن ايه؟ هنجيب كالندر كبيره كده ونقسمها ل 30 يوم اللي هم بتوع الشهر بتاعي، ونبدا نقول للعيان في كل يوم انت ما حطيتش صباعك في بقك هنحط لك فيها ستار. طيب نيجي بقى على اخر 30 يوم، المفروض في الاول هو مش هيبقى يعرف قوي ان هو ايه يظبط نفسه، النقط هتبقى قليله، لكن تيجي بقى في الاخر ومفروض يعني انه النقط دي هتبدا تزيد قوي. هنقول للعيان لو حضرتك انا لقيت النقط دي كتيره قوي، اوكي، وخصوصا في اخر اسبوعين، يعني ركز بس على اخر اسبوعين، لان هو العيان لو بطل يحط صباعه في بقه اخر اسبوعين يبقى اعرف ان هو كده خلاص يبطل بطل الهابتس. لو لقيناها هنديك ريورد كبيره قوي. ايه الريورد الكبيره اللي هنديها له؟ الريورد الكبيره مش معناها انها تكون حاجه غاليه، ولكن الفكرة ان هو ياخد حاجة، نتفق مع الام انه ياخد حاجة كان نفسه فيها. بمعنى اصح، كان نفسه في عجلة قوي، يبقى انا هبدأ اقول للام حلو قوي طالما نفسه في عجلة يبقى هنجيب له العجلة دي يا مامي بعد ما يعدي 30 يوم، يبقى دي جايزة حلوة، حافز حلو ان هو يبطل فيها الهابت دي. اوكي، ده الفسيولوجيك. تاني حاجة اللي هو الكيميكال. الكيميكال يا دكاترة بنحط له على صباعه حاجة اسمها صبر أو مر، دول بيتجابوا من عند العطار، والصبر والمر دول عبارة عن حاجات كده بتبقى طعمها وحش، وكيف لما يتحط على صباعه المفروض انه يقرف من الصباع دوا ويسيب يبطل الهابتز. في الصيدلية من الكيميكال دي حاجة اسمها نو هابت. نو هابت ده عبارة عن نفس الصبر والمر، ولكن متشال منهم اللون بتاعهم، ما عندهمش، شالوا منهم اللون. ليه؟ لانه لما بتحط له المر والصبر ده على ايده بيبقى عارف، بيبقى واخده لون يلو كده محطوط على صباعه، فيبقى عارف ان انت حاطط له حاجه على صباعه. بعض الولاد بيبقوا ريزيستنس قوي، فيجي يقول لك ايه، حط لي منه تاني، انا عجبني طعم المر ده، وتمزج بان هو يمص صباعه بالطعم المر، فيقول لك حط لي تاني، بقى ما بيعرفش يمص صباعه غير لما تكون انت حاطط له البتاع ده على ايديه. اوكي، فبنجيب النو هابتس ونحطه له على صباعه. المفروض ان احنا ساعات في ناس قالت لك ممكن نعمل حركه ان انت تحطه النو هابتس ده قبل ما تحطه بتقعد مع العيان، تفهمه انه صباعك هيمرر بالوقت، وانه وانس ان هو مرر حضرتك هتبطل لوحدك الهابتس دي. وبنسيب العيان بتاعي لمده مثلا اسبوعين. ليه؟ عشان نعمل ماجنيفيكيشن الايديا اللي انت حطيتها. انت ربطت له في دماغه ان هو هيبطل الهابتس لما يتحط له، لما صباعه يمرر. اوكي، يبقى انت حطيت الايديا دي في دماغه، لما صباعك يمرر هتبطل الهابتس، وسبته اسبوعين عشان يحصل ماجنيفيكيشن الايديا اللي انت عملتها. بعد الاسبوعين تو انستراكت الام انها تحط النو هابتس ده على صباعه من غير ما هو يحس. يقوم لما يجي يحط صباعه في بقه ويلاقي صباعه مرر يقول لك اه ده الدكتور كان معاه حق، ده صباعي فعلا مرر بعد ما حطيت الايه، بعد فتره، يبقى كده انا جه الوقت اللي انا بطل فيه العاده دي. اوكي، ساعات بتجيب نتائج حلوه قوي، بس زي ما قلت في السن الصغير اللي هو من 2 ل 5 سنين. اكبر من كده اللي هو في 3 اللي هو بدا يخش المدرسه يا دكاتره، لا مش هينفع بقى ان انا اشتغل في اضحك على عقله بقى بنو هابتس، ولا اضحك على عقله بشويه صور ولا بنجوم وعجله، الكلام ده مش هينفع معاه، ده كبر ودماغه عقلت. وبالتالي وفي نفس الوقت انا دخلت في مرحله ما فيهاش ريسك بقى، ده انا البيرمننت تيث بدات تطلع، يعني معناها لو البيرمننت تيث طلعت وحصل لها مالكلوجر مش هيرفع ترجع تاني. احنا قلنا ان فيس 2 دي تمبري، يعني اي حاجه هتحصل فيها ممكن لو انا بطلت الهابت في الفتره بتاعت السيدي والتيث بس هي اللي طالعه، ان السنان بتاعتي ترجع تاني سليمه زي ما هي، والبيرمننت تيث تنزل في مكانها زي الفل، ومش هيبقى عنده بروكلينيشن في سنان ولا اي حاجه خالص. لكن لو دخلنا في البيرمننت تيث اتس بيرمننت دامج بقى خلاص. اوكي، عشان كده لازم اخش اجريسيف. هخش اجريسيف يعني ايه؟ هستخدم له حاجات ميكانيكال. اول حاجه احنا ممكن نستخدم له، من ضمن الحاجات اللي احنا بنستخدمها، بنستخدم ادهيسيف تاب. ادهيسيف تاب ده انا بستخدمه للناس الكوابتيف، الناس الحلوه العاقله كده، يعني هو كبير في السن اه بس عاقل. فبقول له ايه، انا هربط لك صباعك هحط لك على صباعك، هلف لك على صباعك تاب،
اوكي، لو هو الولد كوبرتيف متفهم هحط له على صباعه تاب، التاب ده سولوتيب، سولوتيب كده بتاع الجروح، وببدا الفه له على صباعه، اوكي، بحيث ان هو لما يجي يحط ده بيشتغل از ريمايندر. وظيفته الوحيده هو ان هو يبقى ريمايندر. ريمايندر ليه يا دكاتره؟ عشان افكر العيان وانس ان انت دخلت صباعك في بقك يفتكر الدكتور قال لي ما تحط صباعك في بقك، فلما يلاقي التاب على ايده يقول لك انا افتكرت، انا وعدت الدكتور مش هحط صباعي في بقي، فروح مخرج صباعه من بقه تاني. ساعات بنعمل له حاجه اسمها هوم ثيرابي. هوم ثيرابي ده عباره عن ان الام والابن بيفصلوا قماشه بتبقى بالشكل ده، وبيقفلوها من هنا باستك او 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 خيط او اي حاجه من هنا، بحيث ان هو تقفل على الريست بتاعه، يحط ايده جوه الهوم ده، بنسمي حته القماشه دي الهوم بتاع البيت بتاع الايده، هيدخل ايده فيها ومامته هتقفلها له من هنا بالرباط بتاعه، اوكي. يقوم برضو لما يجي يحط صباعه في بقه يلاقي ايديه مقفول عليها بالحته القماشه دي، فيقول لك انا وعدت الدكتور ان انا هشيل صباعي من بقي، يروح شايل ايده من بقه، اوكي. دي طبعا زي ما قلت للناس الكوابتيف. الناس اللي مش كوابتيف لا، هحط لهم فيكسد ابلاينز، بنحط لهم هاولي ابلاينز زي اللي احنا شايفينه دوت بلاتال بار. الهاولي ابلاينز دوت بلاتال برضه عباره عن اتنين باندز موجودين ورا عند المولرز، وعاملين لهم سولدرنج بواير. الواير ده عند البلاتال سيرفيس عامل مش ورك، يعني زي شبكه كده هنا. الشبكه دي لو ملاحظين يا دكاتره فيها فراغات حوالين الشبكه دي، الفراغات دي بتسمح انا المشكله لما بتحط الثمب بتاعك حضرتك هنا، ايه اللي بيحصل لما بحطه على البلات؟ بتمص الهواء اللي ما بين الثمب، لو ده البلات اهو وادي الثمب محطوط هنا اهو، فانا بمص الهواء اللي ما بين الاثنين. الساكنج يعني ايه؟ انا بفرغ الهواء اللي ما بين الاثنين دول، فبيحصل الساكنج. لما انا حطيت له يا دكاتره الميش وورك دي، بقى في فراغات في النص، فتيجي تشفط الهواء من ناحيه يرجع لك من ناحيه ثانيه، تشفط الهواء من ناحيه يرجع لك من ناحيه ثانيه، ففقدت له الاحساس بتاع از هاف الساكنج. واي دكاتره ابلاينز بحطه بحط لمده شهر، وبعد الشهر ده بشيله خلاص، اوكي. ان شاء الله هو لو بطل الهابتس لمده الشهر دي خلاص مش هيرجع يعملها تاني. الابلاينس التالت اللي انا مستخدمه اكتف اورال سكرين، بحط له اكتف اورال، ده عامل زي التيتينا كده ولكن ما فيهاش الايه الببرونه اللي بتبقى هنا، اوكي، دي مش موجوده، فانا بحط له ده عليها بس بقفل له بقه، ده ريموفبل، فده زيه زي الاثيسيف تاب، ده حاجه ريمايندر عشان تفكروا بس ان هو ما يحط صباعه في بقه، لكن طبعا لو هو ريزيستنس مش هينفع معاه، لازم نستخدم معاه الفيكسد ابلاينس. الهابتس الثانيه هي البروكسيزم. بروكسيزم يعني ايه يا دكاتره؟ يعني نون فانكشنينج جرايندنج اوف تيث، حضرتك طول الليل بتجز على اسنانك طول الليل، اوكي، فده اسمه بروكسيزم. البروكسيزم يا دكاتره بقى موضه العصر نتيجه للشحنه اللي احنا فيها كلنا، ونتيجه لان اليوم بتاعنا بقى سريع قوي قوي قوي، فسرعه اليوم بتاعتنا مخليه كل الناس عندها بروكسيزم. ايه اسبابه؟ ايموشنال ديستربنس، عندي امتحان، عندي كويز، عندي مش عارفه ايه، بعدها عندي عياده، بعدها مش عارفه ايه، لازم اذاكر بالليل، الضغطه دي كلها والشحنه دي كلها بتعمل لي، او الايموشنال ديستربنس دي كلها بتعمل لي ان انا يبقى عندي بروكسيزم. الحاجه الثانيه اللي عندي كاسبا الانترفيرنس. يعني ايه كاسبا الانترفيرنس؟ يعني من اشهر الحاجات الموجوده عندي الهاي سبوت. هاي سبوت حضرتك حشيت سنه، اوكي، وعملت فيها حته هاي سبوت، لو دي السنه بتاعتي انا حطيت هاي سبوت، ايه اللي هيحصل يا دكاتره؟ لما حضرتك تيجي تعض انا هعض على مين؟ على الهاي سبوت دي، احس ان في حاجه غلط في سناني، اعمل ايه؟ اجز جامد قوي على الحته دي علشان اشيل، في محاوله ان انا اشيل الهاي سبوت دي، تفضل تجز 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 عشان تفضل تنزلها، ويا سلام بقى لو حطيت كومبوزيت ريستوريشن يبقى قابلني لو نزلت، اوكي. عقبال لما تروح للدكتور بعد 3 4 ايام، عقبال لما خدت معايا ورحت للدكتور، اوكي، انت في ال 3 4 ايام دول انت عمال تجز على الحته العاليه دي، اوكي، عقبال حتى لو شالها لك يبقى انت خلاص عملت ايه؟ عملت ديفلوبنج للهابت بتاعت البروكسيزم، هتكمل جز لان انت خلاص خدت بقى لك 4 5 ايام بتجز على اسنانك كل يوم عشان تنزل الهاي سبوت دي، فبالتالي بعد الخمس ايام حتى لو اتشالت انت برضو بترجع تجز على اسنانك وبتشتغل فيها از هابتس. gastrointestinal disturbance والبارازايتس الموجوده جوه المعده بتعمل لي من الاسباب اللي بتعمل لي بروكسيزم. الهانديكابت، الناس اللي عندهم ابيليبسي وسيريبرال بالسي، الاثنين دول بيبقى عندهم مشكله في المسل تون بتاعتهم، المسل بتاعتهم على طول كونتراكتد، فبالتالي نتيجه للكونتراكشن بتاعت المسل بتخلي العيان بتاعي يبقى عنده بروكسيزم.
الإفكت بتاعها أكيد كلنا عارفينه. هتعمل لي إيه؟ أول حاجة ساين مشهورة جدا، هتعمل لي أبريشن للسنان زي ما احنا شايفين، تبدأ أسنان بتاعتي تبرد. يقوم العيان بالليل يقول لك يا دكتور عندي التي ام جي بتاعتي، في عندي بين فظيع في التي ام جي، ودي من علامات ان يبقى عنده بروكسيزم، انه يبص يقوم من النوم يقول لك انا عندي بين في التي ام جي بتاعتي، لان هو كان بيجز عليها طول الليل، فيبدا يحصل فيها مشاكل عنده في التي ام جي. اوكي، طيب ايه نعالجه ازاي هذا العيان؟ اهم حاجه ان انا اعالج بيها العيان ده هي اخر واحده، ان انا احوله لسايكاتريكس، او ان انا اعلم هذا العيان هاو تو ريلاكس. دي اهم حاجه، هاو تو ريلاكس هي الكي بتاعي. ليه؟ لان انا يا دكاتره كل ما هتعلم ابقى ريلاكس، لان لو جينا نشوف، طب خلينا نشوف الاول العلاجات التانية. elimination of كاسبا انترفيرنس، لو انا عندي كوز شيله، عندي كاسبا انترفيرنس شيل لي كاسبا الانترفيرنس الموجوده عندي، شيل لي الهاي سبوتس الموجوده عندك عشان تريح العيان بتاعك. اوكي، لو انا عندي الباقي ده كله ترانكولايزرز، دي بنستخدمها علشان نقلل المسل تون، يعني واحد عنده زي ما احنا قلنا سيبر بالسي، او لو عنده سيبر بالسي زي ما احنا قلنا، يبقى انت عنده ايه؟ عنده المسل نفسها فيها تنشن جامد قوي، يبقى لما ياخد ترانكولايزر تبدا تهدي المسل دي، فبالتالي تعمل لها ريلاكسيشن، فبالتالي العيان بتاعك يبدا يقلل البروكسيس بشويه. اوكي، يبقى دي الكوزز الموجوده عندي. طيب از تريتمنت بقى، يعني شلت كده كوز، اول اتنين دول شلت فيهم الكوز. الحاجة الثالثة ان انت هتحط لي، لو انا عندي بروكسيزم اوكي وبيضغط على اسنانه، عشان تضمن اسنان دي ما تبردش، قال لك حط كراونز على السنان، which is a very aggressive way، عشان احط كراونز على كل اسنان دي برضو aggressive way قوي ان انا اظبطها. بس هو بيقول لك ممكن تحطها لو بدا يحصل له اوريدي بروكسيزم، وبدا يحصل ايه lowering للفيرتيكال دايمنشن بتاعه السنان، فعشان تعلي الفيرتيكال دايمنشن تاني حط كروم ستيل كراون، بس ده بيحصل بعد ما المشكله وقعت. اشهر حاجه تمنع بيها البروكسيزم هو النايت جارد. النايت جارد اللي هو ده، حضرتك بتحط النايت جارد ده في بق العيان، طبعا انت ده زي ما احنا خدنا في التريتمنت بتاع التروماتيك انجز، اخر نوع منهم اوكي اللي هو الكاستم ميد، هو بيبقى شبه النايت جارد ده. اوكي، ده برضو نفس الفكره بتاعته، بتاخد كاست، بتاخد امبريشن، تعمل كاست توديها للمعمل يعمل لك ريجيد اكريل او سيمي ريجيد اكريل، تحطه جوه بق العيان. المشكله يا دكاتره انه دلوقتي بقى يتعمل من سوفت رابر، فالسوفت رابر ده لما العيان بيقعد يعض عليه هو بيعض على سفنجه، فبيستحلى الوضع فبيزود البروكسيزم. هو النايت جارد بيتلبس دلوقتي علشان يقلل الابريجن بتاعت السنان، ولكن هو مش علاج للبروكسيزم. اوكي، يبقى انا تقريبا اولموست ما عنديش علاج للبروكسيزم، لكن اكتر حاجه تقدر تعالج البروكسيزم انك تتعلم هاو تو ريلاكس. هاو تو ريلاكس دي روح لسايكاتريست يعلمك هاو تو ريلاكس، بس انت ممكن تقول للعيان شويه نصايح صغيره كده، ان حياتك قبل ما تنام اقرا حاجه، اقرا قصه هاديه، اسمع لايت ميوزك كده قبل ما تنام، بلاش تنام بقى على اخبار وكوره تدخل جون وتتعصب وتتنرفز على، لا بلاش الكلام ده، احنا هنقرا قصه بسيطه ما فيهاش اي حاجه، اقرا ميكي جيب يا سيدي، الحاجات دي بتبقى بتنقلك لعالم من الخيال ساذج عبيط ما فيهوش اي مشاكل، ما تقراش حاجه فيها مشاكل بمعنى اصح قبل ما تنام. بيقول لك اللبن الدافي بيهدي الاعصاب، كل خيار او فايبرز اسمه تفاحة خيارايا علشان تخرج فيها الاسترس بتاعت اليوم، دي كلها حاجات تعلمك how to relax. الحاجة التالتة عندي اللي هي الماوس بريثنج. ماوس بريثنج الاتيولوجي بتاعها نتيجة لحاجتين، انت الماوس بريثر ده بيسموا الوش بيبقى ليه سحنة معينة اوكي اسمها adenoid face. adenoid face يعني ليه سحنة معينة كده، بيبقى وشه elongated، فاتح بقه، التو سنترنز بتوعه بيبقوا خارجين لبره لوحدهم اوكي، طالعين لبره هما الاثنين اوكي، ويبقى شكل القوش بتاعه في شيب. ده الشكل الادينويد ده معروفة ان هو ماوس بريثر. بتيجي نتيجة لإيه؟ إيه اللي هيخليه يتنفس من بقه؟ إن أنت قفلت النفس بتاع مراخيره. اوكي، يا اما عنده ادينويد، يا اما ديفيت سيبتم، يا اما نزل سيبتم، يا اما انلارج التونسلز، اي حاجه قفلت له النوز من هنا هتخليه يتنفس من بقه، او انها بقت هابيتشوال. هابيتشوال يعني ايه؟ يعني نفس الكلام، انا كان عندي شويه برد
اوكي اتنفست من بقي، استحليت الوضع، فروحت ايه بعد برضو مناخيري سلكت، انا بقيت واخدها هابت واتنفست من بقي مش من مناخيري. اوكي هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي بروتروجن للابر انسايزرز، هتعمل لي كرونيك جينجيفايتس، تبص على الجنجفه بتاعته تلاقيها على طول فيها جينجيفايتس، اوكي، وهتعمل لي في شيب ارش في الابر. طيب نعالجه ازاي؟ شيل الكوز، ودي اهم حاجه، عنده ريسبيراتوري اوبستراكشن، اهم حاجه توديه لواحد بتاع اي ان تي، وبتاع الاي ان تي يعالج لي المشكله اللي عنده في النوز، يعني عنده ادنويد يشيلها، عنده نيفيتد سبتم بقى يصلح له السبتم الموجود عنده يتصرف. الحاجه الثانيه ان انا هلبسه يا اما باسيف اورا سكرين يا اما اكتف اورا سكرين، والاثنين دول بيبقوا فيري افيشنت ان انا استخدمهم في الهابتس دي. ده بمعنى تاني انا بحط، بس طبعا بعد ما اتاكد ان انا بتاع الاي ان دي اكد لي ان ما عنديش حاجه في النوز، هروح ملبسه الاورا سكرين اللي احنا خدناها قبل كده، بتبقى رينج بتقف هنا على اسنانه وتبقى طالعه كده ليها نفس الرسمه احنا شفناها في السلايد اللي قبل كده، فبحطه الاكتف اورا سكرين عشان اضمن ان انا اقفل له بقه من هنا، دي تبقى مقفوله خالص من هنا كده، فقفلت له البق من هنا اوكي، فاضمن ان هو ايه يتنفس من مناخيره. الهابتس الثانيه اللي هو الليب بايتنج، والليب بايتنج دي من الحاجات اللي احنا طول ما هو زي ما شايفين هنا هو بيعض على الليب بتاعته، ودي بتيجي نتيجه لايه يا دكاتره؟ نتيجه ان يبقى عنده اوريدي اوفرجيت في السنان او بروتروجن في الابر انسايزرز كلاس 2 ديفيجن 2، المهم بغض النظر عن مسمياتها انا عندي الابر طالعه عن اللور، فبالتالي الليب لاقيه قدامها حته فاضيه تروح ايه؟ تروح داخله في الحته الفاضيه دي والعيان بتاعك يبدا يمص فيها. اوكي؟ الايفكت بتاعتها هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي اكزاجريشن للموقف ده، يعني ايه؟ يعني هتسود لي البروكلينيشن بتاعت الابر انسايزرز، هتزود لي البروكلينيشن بتاعت اللور انسايزرز، اوكي؟ وهتعمل لي انتيرير اوبن بايت. اعالجها ازاي؟ اول حاجه هشيل الكوز. يعني ايه هشيل الكوز يا دكاتره؟ يعني لو انا عندي كلاس 2 ديفيجن 2 يبقى اعمل له اورثو واقفل لي الحته دي اصلا. اوكي يا دكاتره؟ طيب الحاجه الثانيه هتستخدم له حاجه اسمها ليب بامبرز او اورال سكرين، اورال سكرين عشان تقفل لي الحته دي من هنا، فبالتالي يمنع ان هو يحط الليب يدخل الليب لجوه. نفس الكلام في الليب بامبرز، الليب بامبرز عباره عن ايه؟ اتنين باندز على 6 وبيطلع منهم واير. الواير ده بيخش فيه حاجه اسمها سليف، بلاستيك سليف، بلاستيك سليف دي عامله زي الانبوبه كده صغيره بتخش جوه الواير من هنا. فايده الانبوبه دي ايه يا دكاتره اللي محطوطه هنا دي؟ فايدتها ايه؟ فايدتها ان انا لما اجي لو خدنا كروس سكشن بتاعها اهو، لما تيجي اللبس بتاعتي انا محطوطه هنا اهي، ونقول دي السنترال انسايزرز ودي هتبقى عليها دي، لو خدنا كروس سكشن من هنا للتيوب دي هتلاقي السنترال لور سنترال انسايزر اهو وهي عامله كده. اللب في العادي بتاعتي لو دي السنترال انسايزر بتطلع هنا اوكي وتخش في الفراغ اللي ما بينها وبين الابر، ادي الليب اهي، صح كده؟ طيب لو انا حطيت للليب البتاع المدوره دي السليف ده، هتيجي الليب تطلع اوكي حجمها ما يستحملش يطلع اكتر من كده، صح؟ مش هينفع تخش بقى وتمسح على 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 على, على الابر وتخش ما بين الابر واللو، مش هتعرف تعمل الحركه دي لان انا طولت المسافه بالسليف دي، فبالتالي تيجي تعدي منها عشان تطلع ما تعرفش، يبقى انا كده وقفت له الهبت. التانج ثراستنج دي خامس نوع من انواع الهابتس الموجوده عندنا والنوع الاخير. تانج ثراستنج يا دكاتره يعني حضرتك وانت بتبلع بتلاقي لسانك فطل بره وخرج بره زي الايه؟ زي الصوره دي. ايه اسبابه؟ اول سبب عندي هو الانفانتايل بيرسيستنس انفانتايل سوولوينج، يعني ايه؟ العيل الصغير وهو بيبلع يا دكاتره بتبقى النونة الصغيرة اللي هو لسه من زيرو لسنتين لسه بيرضع، هتلاقيه وهو ده اسمه infantile، بيبقى عنده type of swallowing اسمه infantile swallowing. يعني ايه يا دكاترة؟ هو محتاج يدخل الببرونة جوه بقه وفي نفس الوقت الببرونة دي تخليه يعرف يبلع، يعني هو بيبلع وهو بيرضع. لو خدتوا بالكم البيبي الصغير الببرونة جوه بقه وهو بيشفط اللبن ويبلعه في نفس الوقت، فبالتالي السوالوينج بتاعه ربنا خلقه له ازاي؟ ربنا خلقه له الابر سنترالز واللور انسايزو بتبقى مفتوحين، اوكي؟ او الجو عموما مفتوحه عشان تستقبل الايه؟ النيبل اللي هي هنا بتتحط هنا، معلش انا رسمي وحش. في نفس الوقت هتلاقي التنج بتاعي بقى تحت، النيبل بقت موجوده هنا وداخله لجوه والتنج بتاعي ريستنج تحت. يبقى الانفانتايل سوولوينج الاثنين جو مفتوحين والسنان بعيده عن بعض والتنج بتاعي في الفلور اوف ذا ماوس، دي اسمها ايه؟ انفانتايل سوولوينج.
اوكي طيب الادلت سولفنج عامله ازاي؟ كلكم يا ريت يا دكاتره نبلع، هتلاقي وانت بتبلع ايه اللي بيحصل؟ سنانك مقفوله على بعضها، اوكي، وهتلاقي التنج بتاعك والجو مقفول، وهتلاقي التنج بتاعك واقف عند الروجي اريا فوق. يبقى لو خدت بالك من التنج بتاعك ده واقف فوق عند الروجي اريا من هنا، اوكي يا دكاتره، ده اسمه ايه؟ الادلت سولفنج. اوكي طيب في ناس بتفضل ما بين السوري الاول ما بين الانفانتايل سولفنج والادلت سولفنج، في عندي حاجه اسمها ترانزيشنال سولفنج. اوكي في ناس ما بتعديش بالمراحل دي، المفروض ان انا ببقى انفانتايل سولفنج امشي على ترانزيشن سولفنج وبعد كده اوصل للادلت سولفنج. في ناس ما بتعديش على الثلاث مراحل دي، بتبرزست في الانفانتايل سولفنج، بتفضل عندها الانفانتايل سولفنج زي ما هي. يبقى ده اول سبب للتنج ثراستنج. طالما يا دكاتره السنان مفتوحه من قدام انا هخرج التنج بتاعي لبره، يبقى اذا التنج السام ساكينج اللي فيه اوبننج للسنان من قدام هيخلي لي الايه اللي يحصل عندي تنج ثراستنج. طالما عندي ريسبيراتوري اوبستراكشن يعني اللي احنا خدناها اللي احنا قلنا سيكلو ادينويد فيز، يعني سنان مفتوحه من قدام، هتلاقي التنج حصل له ايه؟ حصل له تنج ثراستنج. اوكي الماكروجلوسيا وانت بتبلع التنج بتاعك بسم الله ما شاء الله قد كده، طب هيروح فين؟ ملوش حل غير ان هو يخرج لبره علشان يعرف يبلع، تعرف حضرتك تبلع. يبقى ده من ضمن الحاجات اللي هو الماكروجلوسيا اللي بتعمل لي الثامب ساكينج. ماسكولار امبالانس اللي هو في السيريبرال بالسي، زي ما احنا قلنا بتوع السيريبرال بالسي بيبقى عندهم ماسل تون بتاعتهم قليله، فتلاقي التنج بتاعه فارش في البق بتاعه، فبالتالي هتلاقي غصب عنه بيخرجه بره عشان يبلع. طيب ايه الايفكت بتاعه؟ التنج طول ما هو بيخرج لبره هيعمل لي بروكلاينيشن للابر انسايزوز لبره، وهيزود لي الاوفر جيت، وهيزود لي الاوبن بايت. ده طبيعي، وتلاقي العيان بتاعك عنده ليسبنج في الكلام، مش عارف يتكلم، يقعد يتهته في الكلام عشان هو اوريدي ما عندوش الانسايزوز. انت عارف ان انت التنج بتاعك بيخبط في السنترال انسايزوز في نقط معينه عشان يخرج مخارج الحروف. لما السنترال انسايزوز بتتزحزح لقدام مخارج الحروف عنده بتختلف، بيقعد يحط التنج بيحاول يحطه في المكان الصحيح بس مش عارف، السنان بعيده، فبالتالي بيحصل له ليسبنج و بروبلمز. طيب اعالج الانسان ده ازاي؟ اول حاجه بعالجه بيها ان احنا نعلمه نيوروفليكس. نيوروفليكس دي حته مهمه قوي. هنعلمه نيوروفليكس ازاي؟ اول حاجه انت ممكن ببساطه، احنا دايما في حاجه سهله كده انا بقول الناس تعملها، ان هو بيجيب لي بونبونايه، اوكي، ويا سلام تبقى هولو، عارفين النعناع اللي يبقى فيه فراغ من جوه ده، بيجيب لي نعناع الفراغ، او ان هو يجيبه لي يبقى فيه شكله كونكيف كده من جوه، اوكي، بيبقى من ناحيتين كونكيف، خلينا بس نرسمه لكم بشكل احسن من كده، بيبقى شكله كده، اوكي، في الكروس سكشن بتاعه، فياخده لي يحطه لي في الروجي اريا الموجود عندي، اوكي، يبقى ياخده ده دايما بشكل ده، بيبقى دايما بنعناع، المهم يبقى في يبقى سترس وخلاص، يا اما في نعناع، ليمون، برتقان، اي حاجه سترس عشان تخليه يخرج سلايفا كتير، فبالتالي بنحطه في الروجي اريا الموجود عندي هنا، وبنخلي العيان يهولدت، يخلي التنج بتاعه يقف فيها، فهيخلي التنج بتاعه يقف هنا في الحتة الهولو اللي جوه دي، او يقف في الحتة الكونكيف اللي موجودة عندي في البونبوناية. بنخلي العيان يحط البونبوناية بتاعتي في الروجي اريا، ويمسك البونبوناية دي بالطنج، يهولدت بالطنج بتاعه، اوكي، البونبوناية عشان سترس فهتبدأ تستيميوليت السلايفا، يقوم هو يبلع وهو مضطر يمسك البونبوناية في الروجي اريا، فيعلم الطنج انه وانت بتبلع تتحط في المكان الصحيح بتاعك. طيب بلع كم بلعه بقى عقبال ما يخلص البونبونايه؟ كتير جدا. لو استخدم البونبونايه دي مرتين بس في اليوم، اوكي، ويبلع لغايه ما تخلص، اوكي، وطبعا هو هيزهق في النص بس في الاول، بعد كده خلاص هياخد على الوضعيه اللي هو فيها دي التنج، فبالتكرار هتلاقي العيان بتاعك مفيش انه تايم within one week هتلاقي اتعلم ان هو يبلع صح. اوكي الحاجه الثانيه اللي احنا بنعملها له ان احنا بنلبسه تانج جارد. تانج جارد ده عباره عن اتنين باندز بيتحطوا على السيكس، ممكن يبقى فيكسد زي ده، ممكن يبقى ريموفبل، بس طبعا احنا بننصح في اي هابت في الدنيا خليك في الفيكسد ابلاينس علشان تبقى مور كنترول. بتحط اتنين باندز على السيكس، تطلع واير من الباند ده وتعمل حاجه زي الايه، تعمل حته كده من قدام اللي احنا بنسميها التانج جارد. التانج جارد دي بتبقى واقفه بيربنديكولار، لو ده البالت بتاعي بتبقى واقفه بيربنديكولار على البالت بالمنظر ده، اوكي، يجي التانج بتاعي عاوز يخرج يلاقي مصد قدامه مش عارف يخرج منه.
اوكي، فلما يجي يخرج يلزق في الحتة دي ما يعرفش يخرج منها. ليها اشكال مختلفة، ده شكل وده الشكل التاني اللي من تحت اهو، اوكي، بحيث ان انت لما بتحطها له لمدة شهر تقريبا، بعد الشهر ده هو خلاص الطنج اتعلم ان هو اتحشر في المنطقة دي، ما بيعرفش، هتلاقيه فرش في الحتة دي كده ومش عارف يخرج اكتر من كده. هيتعود في الشهر ده ان هو كل ما بيبلع بيخرج لغاية هنا بس، فبعد الشهر لما بتشيله الابلاينز بيرجع تاني زي ما هو. في ولاد بيبقوا بيعملوا ايه، بيعدوا ده من تحت ويطلعوا يعملوا سولوينج منه، اوكي، ولما تشيلهونه يرجعوا تاني للهابتس. ساعتها بنعمله لهم بسبار. سبار يعني ايه يا دكاتره؟ يعني نخليهم زي ال 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 الرمح كده خارج منها، اوكي، مش مقفولين، لا دول مفتوحين، عباره عن حاجات كده مفتوحه، والحزد بتاعه ده بيبقى سلايتلي شارب. ليه يا دكاتره؟ دي بتبقى اجريسيف للناس الاجريسيف، للناس العنيده قوي. ليه؟ كل ما هيخرج الطنج هيضرب في دول، هيلسوعوا الطنج، اوكي، يقوم الطنج يتلسوع، هيجي لك في اول يومين الطنج متبهدل ومتجرح وحالته حاله، والعيان مش عارف ياكل وفي اديمه في الطنج وشغلانه كده سودة. بس هيتعلم، هو هيستحمل بس يوم لغايه ما هيعرف ان هو التعويض دي كلها جايله من الحته دي، طب ابعد عن الحته دي واخلص، اوكي. فهتلاقي الطنج لوحده اتعلم الادب، ما انا كل ما هقرب ناحيه الحته دي هتعور، فهتلاقي الطنج لوحده اتعلم الادب وبدا يرجع لورا، مش قادر يقرب للحته دي تاني، اوكي. بتحطها له اسبوعين ولا حاجه وبعد كده بتتشال، ولو عاوز تعمل مينتنس بتركب له التانج جارد العادي جدا لمده اسبوعين تانيين، يقفل الشهر خلاص الهابتس هتروح، اوكي. ثانك يو.